مباشر ماكاريو 21 طريق قصر بعبدة. في اعتصام على اساس قدام قصر الشعب ببعبدة بالترافق مع الجلسة اللي عم بتصير اليوم وهي اخر جلسة لهيدي الحكومة. نحنا على مفرق بعبدة قصر الجمهوري كانوا المعتصمين وهي اللي دعيت لهيدا التحرك مجموعة الدفاع عن الخط 29. فإذا مجموعة الدفاع عن خط 29 كانت دعيت لاعتصام يعطيكم العافية شباب، يعطيكم العافية لو سمحت، كانت داعية لوقفة لدعم الجيش كرمال الخط 29. جبهة الدفاع عن خط 29 موجودة هون، يعطيكم العافية شباب، وأكيد من الحراك من الثوار كمان موجودين معهم. العدد قليل مش مهم، مثل ما قلنا اليوم نحنا بطلنا نحكي عن العدد بهيدا الغلا بقطعة البنزين وبهيدا الوضع الاقتصادي. فإذا الرسالة عم توصل، كمان معنا دكتورة سمر أدهم هون. خلينا نبلش مع الجنرال، يعطيكم العافية. أهلا فيك يا سمر. اليوم وقفتكم بالتزامن مع انعقاد الجلسة وهي آخر جلسة لهيدي الحكومة بعتقد. نحن جايين نقول لهم انه عندنا كل المستندات اللي بدينكم بالخيانة العظمى، وموجودين وموثقين، وراح نتقدم نحن بدعوة في حال ما عدلتوا احداثيات المرسوم 6433 وبعتوها على الامم المتحدة. الباخرة الاسرائيلية اللي جاي تنقب لاسرائيل صارت بعرض البحر، وخلال كم يوم راح تبلش بحق الكريش، وحق القريش قسم كبير منه ضمن الخط بين الخطين 29 و23 يعني هلا بالقانون الدولي نحن ما لنا حق نعترض، لانه دولتنا العظيمه اعترفت انه الخط 23 هو حدودنا للتفاوض. اليوم اذا تركت معناتها في خيانه عظمى لترك عدونا ينقب بمياهنا الاقليميه عن الغاز والنفط. هيدي خطوره الوضع، نتامل من كل الشعب اللبناني يعرف انه اليوم الوضع خطير جدا، في سلطه تبيع الارض للعدو ونقطع السطر. نعم، شكرا جنرال دكتور عصام خليفه بغنى عن التعريف، واول من حمل هيدا الملف ومرقوا على كل العالم على كل المنظومه. دكتور عصام شو بدك تقول؟ بدنا نقول عم نضرب النفير العام للشعب اللبناني تندافع عن مصالحه العليا، ثروته البحرية والغازية، النفط والغاز والمي والسمك، المي الحلوة والسمك مهدد الآن. شعبنا عاني جوع، 60% عاني يشتري تياكل حسب تقرير الأمم المتحدة. طوابير الخبز، المستشفيات، الأدوية مقطوعة، الجامعة اللبنانية تنهار وهلا عندها اعتصام، النظام التربوي عم ينهار، الكهرباء معنا، مي مقطوعة. هودي المسؤولين منو المسؤولين؟ جيشنا اللي هو من حقه ترسيم الحدود وبعد الاحداثيات بعت لهم كتاب من 2013 بيروحوا بيجوا بيروحوا بيجوا، دفعوا لشركه يو كي اتش او مصاري تتعمل ترسيم، منعوا توزيع التقرير على مجلس الوزراء، وعملوا خط تاجين اسمه الخط 23 يلي ما بينطلق من حدودنا البرية براس النقورة. بقى نحن هلا جايين نقول لهالسلطة مثل ما قال الجنرال أبي نادر، معنا 64 وثيقة بتفوتهم على الحبوسات، رح نقدمها للقضاء. إذا أجت هاي الباخرة وبلشت النفط. سؤال من تفضلي تفضلي دكتور عصام، حضرتك اول من حمل هيدا الملف؟ مش اول، من الاوائل البعيد. من الاوائل قبل ما تعملوا جبهه الدفاع عن خط 29 حضرتك هيدي الخريطه، وكنا نحن كمان عم ننقلك من موقعنا من موقعنا، بس ليه ما حدا رد عليك؟ ليه يعني خلص لغيوا للخط 29؟
ليش لغيوه؟ ما حدا في يلغيه. هذا الشعب اللبناني عميد سنة موجود، نحن منمثل ضميره ومصالحه العليا، وكل مسؤول يسمع يسمعه منيح، كل مسؤول بده يتخلى عن مصالح الوطن مصيره يا الشنق يا الحبس، والايام بيناتنا نحن وياهم. بنشوفه. شكرا دكتور عصام، يلا هلا باخذها منك. دكتورة سمر المرشحة اللي ما حلف على الحظ، اللي واجهت بالانتخابات وما كان همها الربح او الخسارة، كانت رسالة عم بتقدمها، واجهت بالانتخابات وكانت وعدتكم، شو ما صار وشو ما كانت النتيجة مسيرتها مكملتها وهي اليوم موجودة مع الناس. دكتورة سمر يعطيك العافية. إيه الله يعافيك، تحياتي للجميع. أنا هون بدي أعقب على للأسف نحن ما حلفنا الحظ، ومعروف الأسباب نبقى بنحكيها بعدين. بس بدي أعقب على موضوع الجامعة اللبنانية اللي هلا رح يكون في اعتصام على الساعة 2 هون كمان بنفس المكان. للأسف الجامعة اللبنانية انهارت وخلصت، مش عم تنهار، انهارت وخلصت. ونحن بنعرف إنه العلم هو اللي بيبني دولة، إذا ما في علم الدولة زيرو. أنا اللي بدي أقول إنه طالما نحن عندنا ثروات بحرية، نحن قادرين نوقف بدون ما نضطر لناخذ قرض من اي، لا من البنك الدولي ولا من الاي ام اف ولا من اي مكان. ليش نحن بعد ما نعطي، ليش بدنا نبيع؟ مش بدنا نبيع، نحن على حساب بدنا نتنازل عن ثرواتنا البحريه كرمال يقربوا العقوبات صوبهم هن. شيء معيب جدا، ان شاء الله يقدروا النواب من قوى التغيير يقدروا يواجهوا. انا بعتقد انه رح يقدروا يواجهوا، نحن رح نساعدهم من برا. يعطيكم الف عافيه جميعا. الله يقويكم يا رب. فاذا في رساله اسمح لي لو سمحت. فاذا في رساله. اهلا وسهلا فيك، كل وسائل الاعلام بنشكرك. بس لحظه، ايها الاصدقاء، ايها الزملاء، ايها الاعلاميون، سرقوا ودائعنا في المصارف، نظموا انهيار عملتنا الوطنية قوتها الشرائية تحت 95%، وساهموا في غلاء الأسعار 1400%. فسادهم أدى إلى كارثة مرفأ بيروت، كلهم تآمروا بهيدا اللي جابوه وعطلوا القضاء تما يعرف مين اللعب اللعبة. ساهموا في تلوث أنهارنا، اللي طاني يلي هو ثروتنا منعونا نشرب منه ونسقي منه، لوثوا بحرنا، سيطروا على الشواطئ وحولوها من ملك الدولة إلى أملاك خاصة، وهيدي لو ياخذوا ضرائب منها كانوا منوفي الديون وما نوقع بالإفلاس. هربوا عشرات المليارات من الدولارات، زميل الأستاذ الأحصى بالجامعة 40 مليار هربوا. مين هرب؟ الفاسدين من أهل السياسة ورؤساء المصارف هربوها الى الخارج بتواطؤ مع بعض الجهات. شعبنا على ابواب المجاعة، حيث التقارير الدولية تشير الى ان 60% من اللبنانيين يستدينون ليؤمنوا الطعام. قوافل من الاطباء والمهندسين والنخب واصحاب المعرفة والمهن يهاجرون في ظل وجود 2.7 من المهاجرين واللاجئين من غير اللبنانيين. يعني في عملية هندسة شعوب بالمنطقة. مي معنا، كهرباء معنا، الجامعة اللي راح ننضم لمظاهرتها بعد شوي عم تهر، سيطروا عليها بالسياسة وحولوها دكانة إلن. نظامنا التربوي عم ينهار ومدارسنا. عم نفتش على الدواء ما عم نلاقيه. نقف على ابواب المستشفيات مع انهيار المؤسسات الضامنه، الضمان الاجتماعي، صندوق تعدد الجامعه، ضمان العسكر. في ظل هذا الواقع المرير تتخلى منظومه الفساد عن حقوق شعبنا في ثروات الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
تراجعوا امام قبرص فاعطوها 2300 كيلومتر مربع لابرز. في الشمال تعدت السلطات السورية على 750 كيلومتر مربع. هيئة الهيدروغرافيا بالجيش بعتت ملفات للمسؤولين انه هيعدونا 29 خط 29. المكتب البريطاني يو كي اتش او دفعت له الدولة، عندنا الوصلة قديش دفعت له، ضبوا التقرير وبيجروه لانه طلب بال 29. شو بيقوم بيعملوا لل 2011؟ بيخترعوا الخط 23، واللي بنخترع انه هذا خط اسرائيلي وضعوا شمال البلوكات النفطية. ما بيطلع من راس النقورة، ما له اساس علمي وقانوني. تخلوا عن 1430 كيلومتر مربع. ونحن نجتمع اليوم لانه باخره جاي من سنغافوره مكلفه 3 مليار دولار، يعني قد 3 حاملات طائرات. في زميل عن يوجوجني وهو ذكي وبيفهم، قال لي معقول كانوا يجوا لو ما يكون عندهم ضمانات داخليه؟ تعرفوا كيف القصه. نحن عم نقاوم دفاعا عن مصالح الشعب العليا. عم نطالب اولا مثل ما بتقول بياناتنا ويافطاتنا مع التعديل المرسوم 6433 مثل ما اقترحته هي الجيش، وارسالوا الليله مش عبكره الى الامم المتحده، لانه القانون الدولي بيسمح لنا نغير وثيقه من طرف واحد بعتناها، بيروحوا بيجوا بيروحوا بيجوا ما بيبعتوها، نعرف ليش. في مرسوم رقم 43 طلعوا ليغيروا القانون 132 بالنفط. شو بيقول مرسوم 43؟ بيقول مردود على الغاز والنفط للدولة، لشركة من الدولة. قاموا منظومة الفساد الحرامية غيروا مرسوم، غيروا قانون وعملوا شركات وهمية ليسيطروا على المردود ويعطوا العظام للدولة. هاي المرسوم لازم يلغى. يا اخوان سنة 36 كان لبنان يصدر الى فرنسا 3 أخماس استهلاكة من النفط من مرفق طرابلس. هلا عم نركض تنعبي جالون، لانه في منظومة الفساد من 2005 عملوا شركة وهمية بالكاريبي اسمها سوناتراك بيب، غير سوناتراك الجزائر. ايه، وبيجيبوا فيول مغشوش وبيحطوه بهالمصافي تخربوها، وبيوزعوا 300 مليون دولار على الشبيحة. كلهم أناش يعني، يعني كلهم اغلبية ساعة، يعني كلهم اغلبية ساعة عم تقبض من هالفرق. هذا وصلونا للظلمة والظلام. نحن منا قليل يا اخوان، بس مش كل الناس فيها تجي من عكار مثل الجنرال ابو نادر او من البترون تحط 700 او 500 الف ليرة بنزين، ولا من الجنوب. فيه من الجنوب ومن البقاع. نحن كتار، نحن عم ندافع عن المصالح العليا للشعب. عم نقول للمسؤولين اذا خليتوا الباخرة تشيل النفط والغاز من كريش معناتها انتم متآمرين على الشعب، وبدنا نتشكى عليكم بالخيانة العظمى حسب قانون العقوبات وحسب القوانين المريات الاجراء وحسب الدستور، وما يفكر حيل واحد فوق القانون وفوق الدستور. أربعة وستين وثيقه محضرين لهم اياها، وراح يشوفوا كيف مبكلين لهم اياها، ومحامينا وخبرائنا على الطريق بيقدموا تنشوف اني شو موافقون. نحن حد هلا بعد عم نطالب
يعدل مجلس الوزراء اليوم قبل اخر جلسه. هلا اني بعثوا لنا رساله من الامين العام لمجلس الوزراء انه اوعز رئيس مجلس الوزراء للوزراء المعنيين يحضروا الرد، ناطرينه شو يحضروا. وعد وعي شعبنا ما حدا فيه يعطله، والقوى الامنيه منا معدين نحن وياها. نحن عم نطالب بحقوقها مثل ما عم نطالب حقوق المجتمع المدني. نحن رح نكتفي مع دكتور عصام لهون، بس بدي كنت فرجيكم بدون ما نفرجي وجاه القوى الامنيه المساحه اللي مسموح فيها لمجموعه دكاتره وعمدة بالجيش اللبناني كانوا طالعين على قصر الشعب يوصلوا صوتهم بجلسه تقريبا او الاخيره او قبل الاخيره. هل قد المساحه اللي اعطت لهيدول الدكاتره والعمدة المتقاعدين اللي عم بيطالبوا بالخط 29؟ بعبدة هل قد حدود الشعب تيوصل على قصر الشعب؟ لهون حدوده بيوصل عند تحت الماكدونالدز، حتى على الماكدونالدز كانوا واقفين نزلوهم ما سمحوا لهم يكونوا هوني. الخط 29 مثل ما قال دكتور عصام مجموعة كتير كبيرة، بس للأسف الوضع الاقتصادي وغلى البنزين وغلى أجار الطرقات عم يمنع الناس تكون معهم. وشفنا بالانتخابات انه الناس اللي معارضة هي منا قليلة. بس انا بدي وجه من موقع ماكاريو 21 لبي الكل، لرئيس الجمهورية، للرئيس اللي قاعد بقصر بعبدة وقال هيدا قصر الشعب. اليوم يا فخامة الرئيس يمكن حضرتك ما بنعرف اذا بتعرف او ما بتعرف، في اشخاص دكاترة وعمدة متقاعدين بالجيش اللبناني همهم هيدا الوطن، همهم يدافعوا عن الخط 29 اللي كان محسوب للبنان وفجأة ما بنعرف ليش انعاد الترسيم. المهم الرسالة اللي حابين نوصل لك اياها فخامة الرئيس انه يمكن حضرتك منك عارف، في شعب من المثقفين ما معهم حتى شباب صغير ليخافوا من اعمال شغب او من شتائم او من اي كلام خارج عن القانون. هيدول الاشخاص كانوا طالعين وكانوا كانوا حابين يكونوا قريبين من حضرتك، قريبين من بيت الشعب اللي حضرتك قلت هيدا بيت الشعب، بس للاسف اكثر من هيك ما بيقدر يوصل الشعب على قصر الشعب. متابعينا رح نكون معكم مره جديده مباشر بتحرك للجامعة اللبنانية بخص الجامعة اللبنانية. الحرف اللي هلأ بدي أقوله بهيدا المباشر هو حرف الراء، على أمل تكون وصلت الرسالة ورح توصل لفخامة الرئيس، لأن يمكن في كتير أمور ما عم بيعرف شو عم بيصير على الأرض. شكرا لكم، شكرا للمتابعة.